مرحبا أصحاب. يوجد في هذا العالم أكثر من مليون نوع مختلف من الحيوانات على كوكبنا الجميل، والعلماء ما زالوا لا يعلمون عن الكثير عن الحيوانات الأخرى. وعند التفكير في الحياة الحيوانية ربما يخطر في أذهاننا الكلاب والقطط والصقور والحيوانات الشائعة الأخرى، لكن يوجد حيوانات غريبة جدا على كوكب الأرض ولا يعلم عنها الكثير. وفي هذا الفيديو سنعرض عليكم أغرب حيوانات موجودة على كوكب الأرض. أولا، العقرب الطائر. عندما تشاهد هذا المخلوق الوحشي ربما سوف تبقى بعيدا عنه مسافة بلدان عديدة بسبب منظره المرعب وذيله الذي يشبه ذيل العقرب. يعيش العقرب الطائر في الحقول جنوب وسط الولايات المتحدة ويتغذى على الحبوب ورحيق الأزهار. وبخصوص ذيله المرعب، لا تخف كثيرا، فهذا الذيل لا يستخدمه للهجوم أو الدفاع عن نفسه، ولا يحتوي على أي إبرة سامة، بل هو عضو تناسلي. وبالنسبة للذكور فإنه مفيد للتزاوج، بالإضافة إلى أن الذكر يجلب للأنثى حشرة ميتة هدية لها عند التزاوج ليجعل من الجو رومانسيا أكثر. ثانيا، الضفدع الغريب. نشر أحد مستخدمي الفيسبوك في استراليا صورة لضفدع لديه ما يشبه القضيب بشكل ضخم. ألا أن الضفادع ليس لها قضيب في الأصل، حيث أشار الخبراء إلى أن ذلك الطرف الضخم هو ساق إضافية تشكلت جزئيا بين اثنين من أطرافه الخلفية. واكتشفت هذه الصورة بواسطة براد سبيزيتو، مراسل ومحرر في استراليا، والذي علق قائلا: لقد أثرت بي من الأعماق. وانتشرت الصورة التي توزعت على الفيسبوك بواسطة كيث ليش، حيث عرضت ثلاث صور توضح الجزء السفلي من جسم الضفدع، فيما بدا الضفدع لديه جزء واحد وهو متضخم يشبه القضيب. وسخر أحد المستخدمين معلقا: لا بد وأن الضفدع سيكون سعيدا. وأوضح جيري مانتيلي مركز بحوث البرمائيات الأسترالي أن هذا الجزء الزائد ليس عضوا ذكريا، مضيفا: إنه ليس قضيب، فالضفدع ليس لديه قضيب، ولكن القضيب يتطور من الساقين أثناء التطور الجيني، حيث أضافت ساقا أخرى إلى الضفدع. ثالثا، إسفنجة القيثارة آكلة اللحوم. هذا المخلوق الغريب لم يسبق أن شاهده أحد من قبل عام 2000، وذلك عندما تولى فريق من معهد خليج مونتيري لبحوث الأحياء في ولاية كاليفورنيا غواصة في عمق 2 ميل قبالة الساحل يتم تشغيلها عن بعد، والتقطوا عينتين من هذا الحيوان الذي يطلق عليه اسم سفنجة القيثارة لأن بنيتها تشبه القيثارة. ومن ثم التقطوا أكثر من 10 فيديوهات وعدوا تقريرا لتحليلاتهم في أكتوبر عام 2012 في مجلة علم الأحياء اللافقرية. هذه الإسفنجة تتغذى عن طريق التشبث على الرواسب الطينية في قاع المحيط، وتلتقط القشريات من خلال السنانير الشائكة، حيث تقوم بلف ما التقطته بغشاء رقيق وتبدأ بهضم فريستها ببطء. رابعا، فأر الخلد العاري. الخلد العاري هو نوع من 30 نوعا مختلفا من فئران الخلد، وهو يعيش في مستعمرات كالنمل والنحل بقيادة الملكة، حيث تقوم الملكة بدورها في عملية التكاثر وتربية الأطفال، والباقي يقوم بعملية حفر الأنفاق باستخدام الأسنان، وذلك للبحث عن الطعام وتغذية مستعمرتهم. والمثير للاهتمام أن تلك الفئران لا تصاب بالسرطان، ويقوم الباحثون ببعض البحوث لمعرفة السبب. خامسا، البق القاتل. هذه الصورة لحشرة تدعى بيتا كانث بيس، وهي نوع من أنواع البق القاتل، ويوجد أكثر من 7000 نوع من أنواع البق القاتل معروفة لدينا. تمتلك هذه الحشرة جسما شوكيا تلتقط من خلاله جثث القتلة من الأعداء والحشرات الميتة، وتتكوم فوق بعضها البعض على شكل جبل من الجثث تحمله فوق ظهرها، وتلك الجثث تساعدها على التخفي من أعدائها بسبب رائحتها، وفي بعض الأحيان تقوم بجذب الفريسة من خلال سم قاتل تطلقه عليها لتضيف جثة أخرى. إذن ما رأيكم أنتم بهذه المخلوقات؟ أيهم أثاركم أكثر؟ أجيبونا في تعليق أسفل الفيديو. شكرا للمتابعة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة دعما لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.